اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامتكم ومرحبا بكم بحذايا في فيديو جديد. الفيديو اليوم خفيف، فيديو هكا صدقوني يا البنات عنده تقريب، ما غير ما نقولكم قداش عنده مصور عندي وكهو. بالحق عندي مدة منيش عادية والله، في تنزيل الفيديوهات، في التصوير، في كل شيء. المهم ادعوا لي البنات، بالحق ادعوا لي انه ربي مش عارفة شنو أقول لكم، أما عرفتوا كل يطمن قلبي وكهو ويريح نفسيتي. وخطر بالحق البنات نفسية الواحد هي الكل في الكل، عرفتوا حاجتين في الدنيا نحسهم يمثلوا كما عامل هيك مهم كبير في حياة أي إنسان، هما الصحة. إذا مشيت بالحق الواحد ما عادش يلقى حتى شيء، يحس روحه يعني حتى شيء، ما عنده حتى شيء في الدنيا، وراحة البال. بالحق هذوما الحاجتين البنات كي يبداو متوفرين الواحد يحمد ربي ويشكره. لا مال، لا حتى شيء، لا ديار، لا حتى شيء، حتى شيء، الصحة وراحة البال. ان شاء الله يا ربي اي واحدة تبدا هيك مخها مش مرتاح ولا عندها حاجة تقلق فيها، ان شاء الله يا ربي يعني ليمات هذيت يعني ما نعرفش يعني خرجنا منها وكهو، من كل شيء. من عشت يمكن توجي نهار ونحكي لكم البنات وجملتي هذيت تفهموها علاش اني حكيت هيك. الحمد لله لاباس في كل شيء، الحمد لله يا ربي، في داري مع صغاري مع راجلي كل الحمد لله، ما عندي حاجه مقلقتني برشا وحاسه باش تبدل لي حياتي كل. مانيش عارفه علاش نحكي لكم اصلا، ما اني تحبيتكم تدعيوا لي وكهو، وتوجي نهار نحكي لكم علاش السبب وتتفهموا وتقولوا لي سيرين عندك الحق. داخلة على يميت بالحق صعيبة برشا، ومنش عارفة اذا اني باش نجم روحي فيها من الجمش. الله اعلم وكا شنو نجم يصير ليمات الجاية. وتوجي نهار البنات نحكي لكم، ونحكي لكم علاش قلت لكم هيك، خاطر بالحق حسبتكم كيما عائلتي. واي واحدة فينا روكي تبدا هيك يعني داخلة بعضها يظهر عليها في كلامها، في يعني اصلا كي حتى كي نعمل مونتاج وتشوفوا صوتي بركة برشا يقولوا لي سيرين من صوتك باين لو انتي هيك متقلقة، ولا يعني بالحق تفيقوا بيا من صوتي كاني مريضة، كان لاباس، كاني فرحانة. تفهموني. المهم ليمات هذه كنت راو هيك فما تقصير مني في القناة ولا في الفيديوهات وكل، وسامحوني كان كل واحدة تبعث لي ميساج. الله غالب صدقوني نجمش نرد على الناس الكل. تو ان شاء الله البنات بريود اخرى وتفهموا شنو هيك اللي مبدل لي شويه البريود هذه الكل، حتى من ناحيه التصوير ما عادش عندي هيك جو كبير في يعني عرفتوا كل ساعات نبدا عامله جو على التصوير على الاخر، وساعات الحقيقه نبدا عرفتوا البناتك اللي باش ما نغيبش عليكم وباش ما قناتي ما تطيحش وكهو. المهم ان شاء الله تاخذوني كيف ما اني وكما يقولوا تقبلوني كيف ما اني يعني في حالاتي الكل. المهم خلينا هيك، ما نحبش نجيكم بطاقه سلبيه، راني ما عنديش طاقه سلبيه، اما اني متقلقه شوي، نحبكم تدعيوا لي وكهو، ذاك شنو طالبه منكم. ما عنديش طاقه سلبيه وما نحبش نجيكم بطاقه سلبيه، نجيكم كان بالطاقه الايجابيه، ونحبكم كي تخرجوا بالفيديو متاعي تخرجوا هكا متنشطين فرحانين. هكا عملتوا هكا جو في كل 16 دقيقة ولا 18 دقيقة اللي عديتوها معايا ومتنشطين. تعرفوا قداش مرة يهبط الفيديو مخر، قداش من واحد تقول لي تبعت لي ميساج ولا كومنتير تقول لي سيرين شوف اللي يتفرج على فيديوهاتك قبل الليل شنو يصير فيه، تقوم للدار حصيله عرفتوا كتهزها وتحطها الدار. الله غالب نهبط لكم في فيديوهات مخر خاطر الانترنت هي السبب. حاصل البنات اليوم كما شفتوا نصور معاكم، يعني نصور معاكم هذه العشيه البنات، الفيديو هذا العشيه. حاصلوا ما قضيتش الصباح، قلت نقضي العشيه كم تشوفوا في بيت الاولاد كفنية والدنيا داخله بعضها ان شاء الله على دخول القرايه. ان شاء الله يا ربي بريود الجايه نعمل معاكم نعمل معاكم روتينات قبل الدخول للقرايه. المحل روتينات هذوكم اني قبل كنت نعمل روتينات في الدار الكل، ننظمها نركحها، نظم بيت الاولاد، نظم لهم دبشهم كتبهم لعبهم كل شيء. تو الاكثريه قلت نعملهم بيتهم بالباهي، قولوا لي بيتهم ما فيها حتى شيء، للبنات فيها برشا حاجات نحب نعملهم.
ونظفهم وننظم هيلهم، مانيش عارفة باش نجم البريود هذه وإلا بعد دخولهم للقراية. بالحق نحب نعمل فيه برشا برشا حاجات، خاصة انه هو تو باش يجيدني الكتب والكرارس متاع سالم، ولازمها بالحق تبدا دنيا منظمه باش هو يبدا فيهم روحه وكل شيء. نحب نعمل فيها برشا حاجات وان شاء الله يا ربي نجم نعملهم قبل دخول القرايه. وبريود اخرى البنات ونهزكم معايا كي نمشي نقضي للاولاد، نقضي يعني المحفظه الساك الادوات وكل شيء. ان شاء الله تو نشارك معاكم منين باش ناخو، ومنين ننصحكم تاخذوا لي الفيم ساكن ولا سوسه. وهكا باش نرجع للجو متاع القرايه، وكي الجو هكايا كهو يعني بالنسبه لي تو العروسات وفات، بس مازلت عندي خطبه كهو ويوفى كل شيء، وندخل فك الدوامه متاع القرايه والجو هكايا. وان شاء الله كي يرجعوا الصغار يقراوا بالحق الواحد كي يتنفس شويه في الدار، ونعمل معاكم روتينات تحفونه. وان شاء الله يا ربي يجي شتي ونعملوا روتينات متاع الشتي، يعني فرش الدار وكل حاجتها هكوم اللي نحبهم اني، ونبدا نلوج عليهم نلوج عليهم اكاو. كملت نظمت بيت الاولاد ولقيت حاطت لهم اني كل كربيه متاع تبش المسخ في بيتهم. قلت لكم سلمى مبليه البنات انها تبدل تبشها في النهار بستة بسبعة مرات، والله العظيم راي ماهيش عادية والله. كهو حاطك الكربية نقول لها تبش اللي تنحيه حطه غاديك على الاقل، لازم باش نلقى عندي تبش لازم يتغسل. حطيته هو يدور، خاطر المي في الصباح ما يخدمش عندي هالايامات. اللي في سوسة يعرفوا انه الثلاث ايام هذوما قص علينا المي من الصباح لليل. المحل الفيديو هذايا قبل بنهار يعني قص لي كان الصباح، فقد 3 ايام اللي قص فيهم المي الحقيقة ما صورت حتى شيء. اني قص علي المي والله لنجم نمس حتى شيء البنات، 3 ايام ما صورت شيء. المهم كملت مسحت الدار وفرشت التابيات، كنت راو فك الباب البنات فيه نكتة كي قد ما مسحت ما يتنحاش، تحسه خاطر هو لوح ماهوش مدهون كما الصبغة عاملينها. ان شاء الله قلتوا لي برشا ادهن بيبان الدار بيض وكل، ان شاء الله البنات اما مش توا بالطبيعه ان شاء الله مده اخرى. المهم جيت لهني للصغار وكا قاعدين هما يعوموا، الدنيا بديت هكا تحس تظلام. عندي شويه باش نحيت ونحب ديما نحيه قبل المغرب، و حطيت ننشر فيه. شوفوا لهني يعني كيفاش نعيط يبداو يغرقوا في بعضهم، من يديك الحاجة اللي منحبهاش يبداو يغرقوا في بعضهم، تصيري اني نهار وطول واني شادة جنبهم كيك. ما شوفوا لهني سلمى بدلت، قالت لي بردت، مشيت غسلت لها وخليتها هي لبست تبشى، لبست التريكو هكايا مقلوب وسروا ولا شورت ابرك لبسته. وكملت لهني دوشت لهم ولبستهم تبشهم، الدنيا هكا بديت تظلام. زدت صيقت البريكن متاع الدار اليوم، عملت كوراج بتحفون على خل الدار بصراحة محليها، تحس الطاقة هيك محليك تبدا الدار منظمة والله، تبدا هكا ممسوحة وكل حاجة شادة في بلاصتها. يعني خرجت للكوجينة زدت كيف كيف خاصة المعون متاعه ومنظمة كل شيء، جست المعونة كي باش نرجعوا لكل بلاصته وكهو. لازم يغدو صباح نقا منظمة، وتيراس كيف كيف زاد بعد ما هما معناه دخلوا اني نظمت وجستك البشاكر هكما، خاطر كل ليلة تقريبا نمشيو للبحر في الليل. كهو ديجا باش نمشيو البنات، معناه بعد ما كملت لكم نخليكم مع كملة الفيديو. عملت فريكاسي البنات ظهلي قبلها بنهار وهزيتهم معايا، وتعرفوا شطر الفيديو في البحر الكل تفسخ لي متاليك. باش نعمل البنات فريكاسي باش نهزوه معانا للبحر. عندي لهني خل، غرفة خل، وباكو خميرة، يا الدنيا سخونة لا محالة. ما اني باش نحط باكو خميرة، بعد ما حطيت الخميرة باش نحط لهني كاس متاع مي، مغرفة كبيرة سكر،
عندي كعب عظم. خلطهم البنات مليح. مانيش باش نعمل التخمير السريع، جوست حطيت المكونات الكل متاعي وكهو. مش باش نعمل التخمير السريع، او باش نحط الفرينه. ساعات الفريكاسي نعملو شطرجي طريه محلاها، والسميد تحسها جوست نحط لها شويه البنات سميد باش تعطيني كتقرمشه من برا وكهو. فهمتوها؟ كتبدا هيك من برا هيك تقرمش، اما من داخل تبدا طريه. باش نحط توا الفرينه، وهذه السميد تقريب كاس سميد، باش اني كل شيء نحط بالعين الحق باش تعطينا كيما قلت لكم هكا تقرمشها من الفوق. تو اخر حاجه باش نحط شويه ملح وشويه زيت. الملح والزيت كيما قلت لكم باش نحطها تو تتعجن. هي باب الحاره نتونس بيه. وطيبت لهم البنات الفطور، عملت برغل، يعني عملت برغل جاري. قولوا لي في السخانه هذه عامله برغل، بقيت ما نطيب صراحه هكا، ما كنتش باش نعمل مقرونه ولا حاجه جاريه. بعد قلت لا خلينا نعملهم برغل، بعثت شريت برغل بنين بنين على الاخر طلع. زيد هكا حاجه صحيه خير من الفرينه والمقرونه وكهو. حاسيلو من بعد في اخر لحظه قررنا نمشيو للبحر. قلت يا خلينا نقوم نعمل كعبات فريكاسي معايا صغار. كما شفتوا لهني البنات بعد ما عجنت وخليتها تخمر شويه، لهني راني تقريبا مدي ساعتين نعمل فريكاسي، ماهوش في نفس النهار متاعك الروتين. حبيت هكا نشارك معاكم، وحبيت الفيديو معنا جست يكون متاع البحر وكهو. تعرفوا صورت في الدار، وصورت كي لبسنا اني وسلمى، ووريتكم الثنيه متاع البحر خاطر برشا سالوني على ثنيه البحر اللي نمشيله. وصورت لكم في البحر الحصيل، والله العظيم بالحق خذي مني وقت. وفي الاخر ما نعرفش كيفيه تفسخولي خط الفيديوهات تقدم شويه هكا هو. والله غالب لا علينا. لهني البنات بعد ما خمرت العجينه كما شفتوا حليتها ونشكلها. ما نعرفش اني هذاك لقيت قالب بك، ما القوالب اللي عندي اللي نقص بيهم عجينه ولا حاجه نحسهم صغار. بصراحه حبيت نعمل هكا نعمل الفريكاسي كبير شويه باش مشدليش ايد. نقول لكم ممكن السخانه 40 وفي الكوجينه يمكن اكثر من 40 سخانه واني نقلي في الفريكاسي. خاطر عرفتوا كل نتشجع، والله نتشجع، معناها نتشجع. ساعات كمثال هني وقتها ماشي على اساس البحر مع معناها مع راجلي. عرفت لبناتك كن نحط في بالي انه صغاري بنشين يتفرهد وكل شيء وش عملوا جو وكل نتشجع، حتى لو كان سخانه وكل ديريكت قمت مشيت عجنت الفريكاسي. ما عرفت عجنت شباتي مره دي فريكاسي. حصلوا كما شفتوا بعد ما شكلتهم خليهم دوبا يرتاحوا شويه. بعد قليتهم فهم برشا سالوني قالوا لي شبيك ما عادش تمشي لداركم وتعملنا روتينات في داركم. ان شاء الله غدوه البنات هبت لكم الفيديو نتاع دارنا كي مشيت لدارنا. ما كنت ليا في العرس وكلها كاليش جا في قناه امها وكم مهبطه العرس واللي مشيت له وكل. كما شفتوا البنات نحطهم في الزيت وما شاء الله ما يتنفخوا بالباهي. كل اي اعملهم كما شفتوني فرينه وكل سميد نحطها شويه كتعطيني تقرمشه من برا محليها للفريكاسي. هما محليهم الحقيقه الفريكاسي وشباتي وكل حاجتها كوما متاعنا بصراحه وحدهم في الصيف توا مش نورمال. اني خاطر هكا نحب هكا نبعد شويه على المقلي وكا. واخر مره ظهري عملت في فريكاسي في العيد كبير، وقتها عملت وقتها كعبه فريكاسي نهار الوقفه وقتها. المهم كملت لهني قليتهم وحضرت بطاطا مقليه، سلطه هريسه هذيك خلطتها بالتن وعظم بالطبيعه.
وكا هو باش نقعد نعمر يعني في كعبات الفريكاسي. وسامحوني سامحوني كان الفيديو نتاع اليوم داخل بعض ونهار هكا ونهار هكا، وان شاء الله نرجع لكم في فورما وكا نصور معاكم الكروتينات بالباهي وكل. والله غالب كملت الفيديو في البحر كيفاش، وصدقوني يعني ريتو كي تخرجوا ماذا بكم لا تصوروا لا تعملوا شيء، اني نحب هكاك. اما قلت المره دي خليني هاوكا ديما نمشي البحر، خليني المره دي نصور لكم تحضيرات البحر وكش حضرت ساكي حضرت سلمى وكل حاجه تقوم. المهم لقيتهم مش توا تصدمت اكا وكي نكون وصلت بكم لاخر الفيديو مزيش نقلقكم برشا. والله يا البنات لاني عارفه البرودة دي فاش قاعده نحكي وفاش قاعده نتكلم وفاش قاعده نحكي في المونتاج، بالحق والله مانيش عارفه فاش نحكي تقريبا. نعملكم في المونتاج 9 متاع الليل ما نعرفش الحقيقه الفيديو وقتاش باش يهبط. المهم تحملوني كيف ما اني نعرفكم تحبوني في حالات الكل، نحبكم برشا حتاني وربي يخليكم ليا ان شاء الله وعلى خير وبسلامه.